الآن مشاهدينا الكرام ننتقل مع لمتابعة جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة آخر تطورات الأزمة الأوكرانية. كذلك تدين بولندا أشد الإدانة الاعتداءات على المدنيين والمنشآت المدنية بما في ذلك المدارس والمستشفيات ودور الأيتام، ولابد أيضا من محاكمة مرتكبي هذه الاعتداءات. السيد الرئيس، أكثر من 2000 مريض من أوكرانيا يعالجون في المستشفيات البولندية، نصفهم من الأطفال، ومركز طب الأطفال في مدينة لوبلين يستقبل شباب من مختلف أنحاء البلاد ومن خارجها. ونؤكد على أن الأطفال الأوكرانيين على غرار كل أطفال العالم بحاجة إلى المساعدة للتعامل مع مشاكل الصحة النفسية والعزلة التي تسببت بها الحرب. وهؤلاء الأطفال قد تركوا خلفهم أسرهم وأصدقائهم، وقد قوضت حياتهم الطبيعية. لذلك تقدم بولندا مساعدات صحة نفسية وعقلية وخدمات اجتماعية للاجئين الأوكرانيين، إلا أن الحاجات تزداد يوما بعد يوم. السيد الرئيس، بولندا تبذل ما في وسعها لمساعدة أطفال أوكرانيا لتخطي هذه الأوقات العصيبة. نقدم لهم ملاذا آمنا في منازلنا في بولندا ومع أسرنا وحياة طبيعية نسبيا، ونأمل أن نتمكن على الأقل من إنقاذ جزء من أحلامهم وطفولتهم. شكرا على حسن الإصغاء. أشكر سعادة مندوبة بولندا على بيانها، وأعطي الكلمة الآن لمندوب سلوفاكيا. Updates that you have shared with us, and we were listening carefully, and we will certainly factor.